مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اللي مش عامل سبسكرايب لهاي القناة يعمل بسرعة، يفعل جرس التنبيهات ويعمل شير إذا عجبوا هذا الفيديو مع كل أصدقائه. دعمكم مهم جدا لهاي القناة. اللي ما حضر الأفلام والمسلسلات والفيديوهات السابقة تبعت قناتي يحضرها، والجاي كمان إن شاء الله. اليوم طبعا نحكي عن موضوع مهم جدا اللي هو الأطفال. معظمنا بنعرف أنه الآن الأطفال عشان موضوع الحجر اللي موجود على الجميع موجودين في البيت، فكتير ناس بيسألوا من الأهالي شو ممكن نسويه عشان نساعد أطفالنا. حاعطيكم اليوم بعض الخلاصات، حطلكم على كل ما أحكي عن موقع خاص اسمه بالإنجليزي عشان تدوروا عليه تحت الفيديو، وحاطلكم برضو في الديسكريبشن كل هاي الأسماء عشان تساعدكم. أول إشي أونلاين ريسورسز، أشياء ممكن تلاقيها أونلاين. برين بوب، برين بوب هو موقع رائع بيساعد الأطفال على أنهم ينموا مهاراتهم العقلية. كيوريوسيتي ستريم برضو بيساعدهم على دراسة الرياضيات ومواد أخرى. تانكر، TYNKER، موقع ممتاز. أوت سكول، هذا ناس كتير خاصة اللي بيعملوا هوم سكولينج لأطفالهم بيستخدموا هذا الموقع عشان يساعدوا أطفالهم في التوترينج. يوديمي هو أكاديمية بتعطي كورسات أونلاين، ممكن برضو تدخلوا عليها. آي ريدي موقع جيد. بيست أكاديمي، هذا للماث، بيست أكاديمي مشهور جدا. خان أكاديمي، KHAN أكاديمي، برضو موقع من الآغا خان الإسماعيلية، هم موقع جيد في شغلات كتير للأطفال. كرياتيف باج برضو موقع ممتاز. وديسكفري إديوكيشن، هدول المواقع اللي ممكن تدخلوا عليها وتشوفوا شو اللي مناسب لأطفال كل أعمار، فيها كتير شغلات. هنحكي عن اليوتيوب تشانلز. طبعا للأسف معظم أولادنا بضيعوا أوقاتهم كتير على اليوتيوب وعلى الألعاب، خليهم يحضروا شغلات مفيدة. اليوتيوب تشانل مثلا كراش كورس كيدز، هذا موقع ممتاز لليوتيوب، ممكن يدخلوا عليه. ساينس تشانل برضو موقع أو قناة جيدة على اليوتيوب. سايا شو كيدز، هذا للأطفال بس عشان الساينس والشغلات اللي زي هيك. ناشونال جيوغرافيك كيدز، برضو في شغلات كلنا بنعرف الناشونال جيوغرافي. فري سكول، هذا رائع جدا هذه القناة. جيوغرافي فوكس، بس هذا على الجغرافيا بس، بيحكي شغلات كتير ومعلومات عن دول كتيرة. The Brain Scoop، هذا موقع برضو قناة على اليوتيوب بتساعد كتير الأطفال. سيشو حكيناها، هذا للكبار بس ممكن للأطفال الأكبر. Kids Learning Tube. Geek Girl دايريز، هذا يعني يوميات بس في شغلات كتير. مايك لايكس ساينس بيحكي كتير عن موضوع الساينس وبيسوي شغلات هيك للأطفال بيشوفوها. وساينس ماكس برضو نفس تقريبا الاشي. وسول بانكيك، هذا برضو موقع بيساعد الأطفال. طبعا البورد جيمز انا بركز عليها، البورد جيمز اول شيء بتجمع العائله بتخلينا نقعد مع بعض، والشغله الثانيه بتعمل برين اكتيفيتيز، شطرنج، كل هاي الامور. لايبرري بوك، اكيد اللي عنده اي كتب موجوده وما حدا قراها الان الوقت يعطيها لاطفاله، يعمل معها تحدي يقول له يلا نقرا كتاب او اقرا الكتاب هذا واعمل لي ملخص له. ممكن برضو يقدر يشتري كتب على الكيندل او على امازون، سهل جدا. طبعا في مواقع كويسة كتير الآن، في موقع اسمه سكوليستيك، هذا الموقع رائع جدا، واليوم أو امبارح سمعت انه راح يعطي فري اكسس لكل الطلاب عشان يدخلوا يعملوا اونلاين كورسز. في موقع اسمه Classroom Magazine، برضو موقع رائع مع سكوليستيك متعاونين، وبعطيك برضو شغلات. Pretend to travel the world, go virtual for... في travellandleisure.com، travellandleisure.com بيحكي عن متاحف حول العالم،
في عنا all in on allinonehomeschool.com allinonehomeschool.com برضو موقع جميل جدا بعمل شغلات. طبعا في مواقع راح احط لكم اياها مثل starfall.com absia.com funbrain.com. المهم هاي المواقع كلها احط لكم اياها في الديسكريبشن ممكن تدخلوا عليها. بديش اطول لكم e-learning for kids برضو فمواقع رائعه. بليز 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 إذا أنتوا شعرتوا أنه استفدتوا من هذا الفيديو اعملوا له شير مع أصدقائكم وإن شاء الله نراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.